اهلا بيكم. النهارده هنتكلم على ظاهرة فلكية غريبة ومميزة جدا هتحدث في مصر، هنعرف التفاصيل وكمان ميعادها. بس قبل ما نبدأ متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. أجسام مضيئة هتسقط من السماء، تفاصيل ظاهرة فلكية هتشهدها مصر. قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية عن أبرز الظواهر الجوية اللي بتشهدها مصر في شهر يناير، وقال ان الظواهر الجوية اللي هنراها في فصل الشتاء بتختلف عن اللي نراها في فصل الصيف، وقال كمان ان الاستمتاع بالظواهر الفلكية في فصل الصيف بيكون اكثر لان المواطنين بيكونوا في اجازة والليل بيكون طويل والسماء صافية، اما الشتاء فبيكون غيوم وامطار. وكمان اوضح ان شهر يناير هيشهد العديد من الظواهر الفلكية المميزة جدا في 9 اقترانات وزخة شهب الربيعات، وهي زخات شهب متميزة ستكون ذروتها اليوم وغد. وبالنسبة بقى لتفاصيل الظواهر، اول حاجة تفاصيل زخة شهب الربيعات، اضاف ان زخات الشهب في الشتاء والقمر في طور التربيع الاول في السماء مش هتبقى مضيئة قوي، وبالتالي فرصة الاستمتاع بها هتكون اكثر. واشار الى ان الشهب هي اجسام مضيئة بتسقط من السماء عبارة عن غبار واتربة كونية، والزخات تكون مجموعة مع بعضها متوسطة 40 شهاب في الساعة، مؤكدا ان ليس لها اي تأثير سلبي على الارض. وبالنسبة لاقتران القمر مع المريخ اليوم، لفت برضو وذكر في كلامه الى ان اليوم هيشهد اقتران القمر مع المريخ، وان يومي 7 و8 يناير هيشهد اقتران القمر، وفي يومي 8 و9 هيكون في اقتران القمر مع الحشد النجمي، وهي مجموعة نجوم مع بعضها بعيدة ملايين السنوات الضوئية ولكن تظهر كجسم مضيء. وأكد كمان أن توقعات الأبراج مع بداية العام الجديد ليس لها أي أساس من الصحة في علم الفلك، وأكد على أن الظواهر دي اللي هتشهدها مصر خلال شهر يناير هتكون ظواهر مميزة وجميلة جدا. كده يبقى احنا اتكلمنا عن أحدث الظواهر الفلكية اللي هتشهدها مصر خلال شهر يناير. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان توصلوا كل الأخبار الجديدة بشكل حصري، ومع السلامة.